ما هو الورع وما هو الزهد، وكيف يكون المسلم ورعا زاهدا كالسلف الصالح؟ أرجو الإفادة، مأجورين. الزهد وصف أعلى من الورع، والفرق بينهما أن الورع ترك ما يضر في الآخرة، والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. فالزاهد لا يفعل إلا ما هو نافع له في آخرته، والورع يفعل ما هو نافع وما ليس بنافع لكن لا يفعل ما هو ضار. وذلك أن الأمور لها أحوال ثلاثة: إما أن تكون نافعة أو تكون ضارة، أو لا نافعة ولا ضارة. يتفق الزاهد والورع في تجنب الضار، كل منهما لا يفعل الضار، ويختلفان فيما ليس فيه نفع ولا ضرر، فالزاهد يتجنبه والورع يأتي به. الزاهد يتجنبه لأنه يريد أن تكون حياته حياة جد، في كل شيء له فيها خير، في كل شيء يقوم به في هذه الدنيا له فيه خير، فهو مغتنم لوقته، حريص على أن لا يفوت من الوقت ولو شيئا يسيرا إلا وقد عمره بطاعة الله التي تنفعه يوم القيامة. والورع لا، دون ذلك يفعل المباحات، يذهب وقته بدون فائدة، لكنه لا يفعل المحرم، يجتنب المحرم ولا يترك الواجب، يقوم بالواجب. وبناء على ذلك يكون الزهد أعلى مرتبة من الورع، على أنه ربما يطلق أحدهم على الآخر، ربما يقال فلان زاهد يعني ورعا، أو ورع يعني زاهدا، لكن عندما نقول ورع وزهد فهذا هو الفرق بينهما. نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ.